الرحيم الفاتح عبد الرحيم النائب الأول لرئيس جماعة سيد عيسى محمد جدية. كنحتفلوا اليوم في إطار قدوم السيد عامل صاحب الجلالة لتدشين المستوصف الجديد بجماعتنا جماعة سيد عيسى، والحمد لله احنا فرحانين. المجلس، الطاقم الإداري، السلطة، الساكنة فرحانين بهذا الحدث، تشييد مستشفى اللي الجماعة محتاجة ليه بزاف، خاصة النساء، باعتبار أن الجماعة بعيدة علينا بسبعة كيلومتر، دار القيد سي عيسى بعيدة، أسفي بعيدة، إذا ملي عاد مستشفى قريب لنا الحمد لله. وكنشكروا الناس اللي سهروا على التنظيم ديال هذا الحفل وهذا التشييد هذا، ومن بينهم السلطة والمجلس والإداريين والرئيس وحتى السكان، وشكرا لكم حتى نتوما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.